مع انخفاض أسعار النفط العالمية وتبني الدول سياسات لرفع الدعم عن الطاقة، وجد الأفراد أنفسهم أمام ضرورة اتباع أساليب ترشيد الاستهلاك لتخفيض فاتورة الطاقة. وكثيراً ما دعت المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع الماء والكهرباء إلى إرشادات عامة يمكن تطبيقها للمساعدة في توفير الاستهلاك، والتي تبدأ من اختيار الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة، والأجهزة التي تستهلك مقداراً أقل من المياه، والمصابيح التي توفر الطاقة، واختيار المكيفات ذات النجوم الخمس التي تدل على فعالية عالية. أما عن سلوكيات الاستخدام، فبالإمكان ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق ضبط المكيف على درجة حرارة لا تقل عن 24 مئوية، إطفاء الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، الصيانة الدورية للأجهزة التي تستهلك الطاقة، تجنب تشغيل جميع الأجهزة معا خاصة في ساعات الذروة، واستخدام الزجاج العازل للحرارة. أما عن سلوكيات الاستخدام الأمثل للماء وتخفيض الاستهلاك، فيمكن عن طريق الرقابة الذاتية وعدم الإسراف، استخدام منظم لتدفق الماء، فحص الأنابيب بانتظام لاكتشاف أي تسرب، ري الحدائق ليلاً أو في الصباح الباكر لتخفيض كميات الماء المتبخر. وبالطبع فإن مسألة الترشيد لا تقتصر على مقدار ما يتم توفيره من نقود، وإنما يتسع مفهومها لتشمل حماية البيئة والتقليل من التلوث في ظل ما يشهده العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري التي أثرت كثيراً في المناخ وقلبت موازين الدول والمهتمين بالبيئة. للمزيد عن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تختتم أعماله اليوم، تنضم إلينا مباشرة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض ملك فارس. إليك ملك. نعم رمزة، صباح الخير. طبعا اليوم تختتم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه ومعرض إيكو ويست ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. هناك الكثير من الفعاليات والجلسات التي ما زالت مستمرة. اليوم يشهد الملتقى المصري لطاقة المستقبل الذي يركز على فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر، ترشيد استهلاك المياه والكهرباء أيضا يأخذ حيزا مهما من الحلول في المعرض ومن جلسات النقاش. ينضم إلينا الآن السيد رامز العيلة، رئيس مكتب وفر طاقة في مكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي. أهلا وسهلا بك سيد رامز. حدثنا بداية عن آخر المبادرات أو المشاريع التي تعملون عليها لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والوعي بهذا الموضوع. طبعا مكتب التنظيم والرقابة أطلق عدد من المبادرات في موضوع دعم برامج إدارة الطلب على مستوى الإمارة بالنسبة للكهرباء والمياه وتعزيز كفاءة الاستهلاك. فعلى سبيل المثال تم تضمين الحوافز لكل من شركتي أبوظبي والعين للتوزيع، والهدف من هذه الحوافز كان يعني العمل على بناء القدرات في كل من الشركتين لتعزيز العمل على مبادرات كفاءة الاستهلاك وإدارة الطلب، بالإضافة إلى تطوير استراتيجياتهم وخطط العمل الخاصة بتنفيذ مبادرات خاصة برفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للمستهلك النهائي. فحالياً نحن في طور اعتماد مراجعة واعتماد الاستراتيجيات، وإن شاء الله رح يكون يعني تنفيذ المبادرات في المستقبل القريب. طبعاً هناك العدد آخر من المبادرات، فعلى سبيل المثال تم مؤخراً إصدار استشارة مع عدد من الشركاء وأصحاب العلاقة في الإمارة بخصوص تطوير الإطار التنظيمي الخاص في موضوع الأنظمة الكهروضوئية على أسطح المنازل، والهدف هو دراسة تطوير الإطار التنظيمي لإعطاء حافز إضافي بالنسبة لملاك المباني لتركيب الأنظمة الكهروضوئية والاستفادة منها من خلال دراسة نظام القياس الصافي أو النت ميترينج، والذي يمكن أصحاب المباني من الاستفادة من الأنظمة الكهروضوئية في حال أن إنتاج الأنظمة الكهروضوئية زاد عن استهلاكهم وتم تصديره للشبكة، فبالتالي يتم عمل مقاصة على مستوى الاستهلاك والإنتاج
وبالتالي الإنتاج الفائض الذي يتم تصديره للشبكة يمكن أن يخفض من فاتورة الاستهلاك بشكل عام. أستاذ رامز، كان لديكم أيضا مبادرة جدد منزلك ليكون المنزل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، حدثنا عن نتائج هذه المبادرة، ما هي النتائج التي توصلتم إليها وكيف يمكن لي العائلة أن تقوم بمثل هذه العملية في منزلها؟ هل هو موضوع سهل أم تحتاج إلى خبراء وتقنيين؟ نعم طبعا، احنا اختتمنا المشروع مؤخرا، والمشروع كان الهدف منه هو دراسة تأثير عمل التحسينات على مستوى المنزل ومدى تأثيره على تقليل فاتورة الاستهلاك بالنسبة للكهرباء. طبعا تضمن المشروع دراسة وتقييم استهلاك المنازل 10 منازل في مدينة أبوظبي للكهرباء، ومن ثم عمل وتصميم وتنفيذ مبادرات وحلول لترشيد الاستهلاك في المنازل هذه، ومن ثم قياس الأثر بعد تنفيذ المبادرات. والحمد لله استطعنا أن نحقق حتى 25% بالمتوسط بالنسبة لترشيد الاستهلاك في المنازل مع عائد استثماري في أقل من 3 سنوات. طبعا المبادرات أو الحلول ترشيد الاستهلاك اختلفت من منزل لآخر، تضمنت ترشيد الاستهلاك على مستوى التكييف، منها تضمين أجهزة إلكترونية تساعد على رفع كفاءة المكيفات، وضع حساسات أو خلينا نقول ثيرموستات يعني ذكي في المنزل بحيث أنه يزيد من عملية كفاءة استخدام المكيف. كم تكلفت هذه الأمور بالمتوسط؟ نعم. يعني هذه العملية لنقوم بتنفيذها مثلا في منازلنا؟ طبعا تختلف التكلفة من منزل لآخر، يعني بالحد الأدنى ممكن خلينا نقول من 5000 أو 10000 درهم إلى حد أقصى 35000 درهم. بس الحلو في الموضوع أن العائد الاستثماري ممكن يكون لهالمبادرات هذه إذا تم تنفيذها بالشكل الصحيح بأقل من 3 سنوات. طبعا كجزء من الدروس المستفادة من المشروع أطلقنا صفحة على موقع مكتب وفر طاقة لنشر الوعي في موضوع إذا ما كان أحد ملاك المنازل يود أن يقوم بالمشروع بشكل شخصي، فيتضمن إرشادات معينة تخص موضوع الترشيد. شكرا لك رامز العيلة، رئيس مكتب وفر طاقة في مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي. شكرا.